تعالى بيكونوا تعالى نشوف مدينة نصر، عندنا حفلة كده ربنا يا رب يزود أفراحنا. نشوف الحفلة في مدينة نصر مع زميلي كريم أحمد ولا مينا برجاوي. محمد سعيد، محمد سعيد أهلا بيك. عائلة الأهلي باليوبيل أوفيتي مرور 25 سنة على إنشاء المرحلة الأولى وافتتاح المرحلة الأولى هنا في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر يوم 28 أكتوبر عام 1993، والنهاردة في أواخر شهر أكتوبر عام 2018، فبالتالي بعد 25 سنة افتتاح المرحلة الأولى، والنهاردة بنحتفل باليوبيل الفضي. بالتأكيد احتفالية رائعة لكل عائلة الأهلي بتبدأ النهاردة من فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، اللي هذا الافتتاح الكبير جدا اللي كان بالنسبة لكل الرياضيين صرح رياضي كبير جدا في منشآت رياضية. النادي الأهلي دائما كما هو سباق في كل العهود، سواء في القطاعات الرياضية أيضا في القطاعات الإنشائية، وهذا الصرح الرياضي الكبير جدا اللي كانت فكرته في منتصف السبعينات من فكرة مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة طبعا الفريق عبد المحسن كامل المرتجي رئيس النادي الأهلي، ثم تدرجت الفكرة إلى أن جاء التنفيذ من خلال الكابتن صالح سليم في أوائل التسعينات في فترة كبيرة جدا لإنشاء المرحلة الأولى وافتتاح المرحلة الأولى في 28 أكتوبر عام 1993. في تفاصيل كثيرة جدا ممكن نقولها النهارده في اليوبيل الفضي واحتفاليه عائله الاهلي النهارده داخل فرع مدينه الاهلي بمدينه نصر، واحنا النهارده احتفالات وايام سعيده بنحتفل بيها خلال الفتره الحاليه تحديدا بقرارات مهمه جدا واحتفالات مهمه جدا، واحنا كمان مقبلين على نهائي افريقيا ان شاء الله لفريق كره القدم. في هذه اللحظات ايضا كمان بينضم لي دكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. دكتور شريف اولا برحب بيك، يوم استثنائي بنعيش ايام جميله في الفتره الحاليه بين عائله الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي في كل مكان يا دكتور شريف. شكرا يا محمد، مساء الخير اولا، تحياتي ليك وتحياتي لاعضاء النادي الاهلي العظيم اللي بنشرف كلنا بالانتماء الى هذا الصرح. انا واحد من اهل مدينه نصر، فبالتالي منحاز الى مدينه نصر، وان كان ده شيء بيزعج المسؤولين ومجلس الاداره لان هم بالنسبه لهم النادي الاهلي كيان واحد بفروعه المختلفة سواء الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد وقريبا إن شاء الله التجمع، ودي فلسفة عيلة النادي الأهلي اللي دايما بتكلم عنها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس وكمان الإدارة التنفيذية. أنا بعتقد أنه من حسن الطالع أنه هذه الذكرى ومرور 25 سنة على إنشاء أهلي مدينة نصر بتتزامن مع احتفالات مصر كمان بنصر أكتوبر. ده شهر إحنا بنشعر كلنا فيه بالعز والفخار اللي بيتزامن مع النصر العظيم لقواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة. أنه كمان أهلنا في مدينة نصر وإحنا بنحتفل في مدينة نصر وأهل مدينة نصر بمرور 25 سنة على افتتاح الفرع، أنا بعتبر أن دي بشرة خير وطالع حسن بيتزامن ايضا ان شاء الله مع فرحتنا كلنا يوم 2 نوفمبر ثم 9 نوفمبر ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، برفع كاس افريقيا للمره التاسعه في تاريخ النادي الاهلي ووصولنا للمره ال 12. ايضا خليني اقول لك يا محمد انه مجلس الاداره كان حريص في هذه الذكرى انه يتواجد الحقيقه عن بكره ابيه، بدايه من الكابتن محمود الخطيب وكل الساده اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه. طيب لغاية لما محمد سعيد يرجع لنا تاني، شفنا أجواء الاحتفال كابتن ميدو. محمد سعيد مغطي إن شاء الله يعني يكون كل أيامنا احتفالات كده وحاجة جميلة جدا، ورجع تاني. يلا يلا طيب يلا محمد اثبت بقى محمد. باقي ان احنا نوجه لها كل تقدير واحترام هو والساده زملائه جميعا في كل القطاعات المختلفه. امبارح الحقيقه على مدار الساعه غرفه عمليات في مكتب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وتواصل مع اداره مدينه نصر من اجل اعداد هذا الحفل، الكل عاوز يدخل الفرح والسرور ونشعر بقيمه هذا الحدث، فيا رب دايما النادي الاهلي في عزه ونصر، وكل سنه واسره النادي الاهلي او عائله النادي الاهلي المكونه من جمهوره وأعضاؤه والعاملين به والفرق الرياضية في عزة ونصر وسعادة ودايما يعني في تقدم وفي ازدهار. أنا بعتقد أنه بعد انتهاء مجموعة التطوير والإنشاءات الجديدة اللي في غضون شهرين هتكون جاهزة للافتتاح في مرحلة تانية طبقا للبرنامج الزمني اللي ألزم نفسه به مجلس الإدارة، هيكون حمام سباحة وصالة ألعاب وجراج وحاجات قبل مدة المجلس ما تنتهي إن شاء الله، هيكون أهل مدينة نصر عندهم يعني فعلا صرح يشار ليه بالبنان وسعداء وفخورين به وبيباهوا به كل أندية مصر. يعني كل سنة وكلنا طيبين والنادي الأهلي بخير وسلام. شريف كلمة أخيرة، الصرح الرياضي الكبير ده
اللي كان أول افتتاح ليه في المرحلة الأولى عام 93، ملاعب تدريب، مبنى اجتماعي، حمام سباحة، ثم مكتبة في المرحلة الأخيرة عام 2003. والإنشاءات بتستكمل في الإطار الجديد لعائلة الأهلي بعد 25 سنة بتجديدات كمان بتواكب الحدث مع الجمال اللي احنا شايفينه في مقر النادي الأهلي هنا في مدينة نصر، وهذا الازدحام الجميل جدا لعائلة النادي الأهلي. صحيح. خليني أقول لك محمد، يعني أنا كانت زياراتي للنادي الأهلي من 2001، يعني بدأت أفكر أعمل عضوية، وزياراتي للنادي الأهلي هنا في مدينة نصر كانت من 2001. منذ ذلك التاريخ وحتى الآن أنا بعتقد أنه كل سنة وكل، لا عايز أقول لك كل شهر، كنت بجد تطور وإنشاءات مختلفة ورؤية ومجالس إدارات بتكمل بعض، وده الحقيقة فلسفة النادي الأهلي واللي بيميزنا الحقيقة عن أي نادي آخر. لما تيجي تتكلم مع رئيس نادي الأهلي وتقول له ما شاء الله ده المشروعات دي لو تمت هيبقى شيء عظيم وانت هتبقى احسن رئيس نادي واعظم رئيس نادي في النادي الاهلي، فينزعج جدا ويقول لك لا احنا ما عندناش حاجه اسمها رئيس نادي احسن من رئيس نادي، احنا جيل بيكمل جيل. فكل الترحيه والتقدير والاحترام لمجلس المهندس محمود طاهر اللي اشتغل، وسلم الرايه لمجلس الكابتن محمود الخطيب. ده حقيقي، يعني انا عايز اقول لكم ان ده شعور فعلا مجلس الاداره، ودي رؤيه الكابتن محمود الخطيب، وهو شايف انه مجلس المهندس محمود طاهر كمل مجلس الكابتن حسن حمدي اللي كمل مجلس الكابتن صالح سليم وصولا الى مجلس الكابتن محمود الخطيب، وهيجي بالتاكيد رئيس من ابناء النادي الاهلي يستكمل مسار. احنا بنبني في النادي الاهلي كل جيل وكل اداره بتبني على ما قدمته الاداره السلف، الكل في بوتقه واحده، الكل على قلب رجل واحد، يتباين وجهات النظر لكن يبقى الناس بيجمعهم الحب والاحترام وتقدير الكيان. الحقيقة الأهلوية عندهم حب وتقدير لناديهم فعلا مضرب الأمثال من الأندية الأخرى. فالحقيقة أنه كل يوم تدخل النادي أو تغيب شهر وتيجي لازم تجد حاجة جديدة. الحقيقة أنه نادي أهلي مدينة نصر نظرا للكثافة السكانية اللي في مدينة نصر والمنشآت، فالعدد اللي بيرتادوا عدد كبير جدا. عندك مساحة ما زالت خالية، مجلس الإدارة ليل نهار بيفكر وبيحاول يوفر موارد مالية علشان يخفف الضغط على الناس، سواء فيما يتعلق بحمام سباحة جديد، صالة ألعاب، ملاعب خماسية، جراج، يعني بعض المنشآت اللي توفر كل الراحة وسبل الراحة وممارسة الرياضة سواء على سبيل الهواية للأعضاء أو على سبيل الاحتراف لأبناء الأعضاء. أنت بتتكلم عن النادي الأهلي اللي بيضم 180 ألف أسرة فيما يقرب من 12 أو 13 ألف عضو رياضي، يعني في 12 ألف من أبنائنا بيمارسوا الرياضة. ولما أنت ما بتجدش مكان بيبقى عندك مشكلة كبيرة وبتفكر تخرج تعلم ابنك بره في مكان، وده الحقيقة بيكلفنا مبالغ طائلة. وبالتالي لا، احنا لنا حق على النادي انه مجلس الاداره يفكر، ان الاداره التنفيذيه تفكر وتجتهد وتشتغل، وده اللي حاصل دلوقتي. يعني مجلس الاداره ما زال منعقد، وان شاء الله هيكون في قرارات مهمه هنعلن عنها في غضون يعني دقائق او ساعات قليله بعد انت ما تستكمل فقرات هذا الحفل. واحنا عندنا فقره فنيه مفاجاه بكل المقاييس، ونجم محبوب الحقيقه مش عايز احرقه واسيب، مش عايزين الناس تشوفها كده على الهوا مره. الحقيقه النهاردة خميس، النادي مليء بأعضاء النادي كلهم وجوه مضيئة، وإحنا بنتشرف بيهم وبنفخر بيهم. أنا شخصيا يعني عندي انتماء وفخر شديد أني بنتمي لهذا النادي العظيم. فكل التحية مرة تانية لعائلة النادي الأهلي، حضرتك وقناة الأهلي الحقيقة اللي اتنقلت نقلة كبيرة جدا مع زميلنا العزيز الدكتور خالد توحيد. وعايز انتهز الفرصة كمان محمد واشكر الحقيقة اللجان المتطوعة سواء لجنة